اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب طبعا بلاعب النادي الاهلي واحسن حارس مرمى للشباب في بطوله العالم 2019 عبد الرحمن. اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا بحضراتكم يا عايز. منورنا في قناه النادي الاهلي. منور حضرتك والله. احنا عملنا تقرير كده عبد الرحمن عنك وعن انجازاتك الفرديه والجماعيه مع الفريق، نشوف التقرير ده ونرجع لبعض. اعزائي المشاهدين هنشوف التقرير نعرفكم اكتر مين عبد الرحمن طه. اتفرجوا على التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. يمتلك الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي ثلاثة حراس على أعلى مستوى، وهم محمد عصام طيار، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه. فجميعهم مميزون وقدموا أداء رائعا مع المنتخبات الوطنية المختلفة. وسيكون حديثنا اليوم عن عبد الرحمن طه، والذي تألق رفقة منتخبنا الوطني لشباب تحت 21 سنة، والذي توج ببرونزية بطولة العالم التي أقيمت صيف عام 2019 بإسبانيا. يبلغ عبد الرحمن طه من العمر 22 عاما، طوله 170 سنتيمتر ووزنه 87 كيلوغرام، ويلعب للنادي الأهلي منذ صغره، وكان أحد الناشئين الصاعدين بقوة والذين تنبأ لهم الخبراء بمستقبل مبهر ومشرق. يتسم أداء طه داخل الملعب بالهدوء ولديه ثبات انفعالي كبير يستطيع من خلاله قراءة أفكار منافسيه. حصد عبد الرحمن طه مع النادي الأهلي 5 بطولات للدوري و3 بطولات لكأس مصر، إضافة إلى حصوله على المركز الثاني في بطولة السوبر الإفريقي والمركز الثاني في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، كما حصل مع منتخب مصر جيل 1998 على المركز الأول في بطولة البحر المتوسط للناشئين والمركز الثاني بدورة الألعاب الإفريقية وذهبية بطولة إفريقيا للشباب 2018 وبرونزية بطولة العالم للشباب 2019، كما حصل على جائزة أحسن حارس مرمى في إفريقيا للشباب، وحصل على لقب المصنف الأول كأعلى عدد تصديات على مستوى حراس المرمى في بطولة العالم للشباب 2019 حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة اليد. وينتظر طه منافسة قوية مع زميليه عصام الطيار وعبد الرحمن حميد، واللذين يمثلان منتخبنا الوطني في بطولة العالم رقم 27 والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري.